هنا المضاف الى ياء متحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال واجعل منادا صح ان يضاف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبدي وفتح او كسر وحذف ليستمر بيبنى ام يبنى عم لا مفر وفي النداء بتي امتي عرض واكسر او افتح ومن اليتاع وض. قال هذا فصل له اتصال بما بعده ولكنه افرده لان له احكاما تخصه والا فقد تكلم عن المنادى المفرد عن المنادى المضاف وهو ما والمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف ولكنه افرد المضاف الى المتكلم بفصل خاص به. قال واجعل منادا صح اذا كان صحيح الاخر ولم يكن وصفا. كيف عرفنا اشتراط عدم الوصفيه من المثال؟ لانه قال عبد عبد ليس وصفا. عبد في الاصل كان وصفا لكنه صار اسما. عبد في الاصل كان وصفا ولكنه صار اسما. تقول يا عبدي وهي الاكثر في اللغه بحذف الياء وابقاء الكسره دليلا عليها. وتقول يا عبدي باثبات الياء ساكنه وهو يلي في الكثره. ومن الاول قوله تعالى يا عبادي فاتقون ومن الثاني يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. وكذلك يقال يا عبدي ومنه يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. وبقي وجهان اخران وهما اقل من الثلاثه الاول وهو ان تقلب الكسره فتحه فتنقلب الياء الفا فتقول يا عبدا. ومنها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والوجه الخامس والأخير من الأوجه التي ذكرها أن تحذف الألف وتبقي الفتحة دليل عليها. قال الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. بلهفة يا لهفة حذف الألف وأبقى الفتحة دليل عليها. بقي وجه سادس لم يذكره لقلته وهو أن تنوي المضاف إليه تنوية المضافة إليه وتمنية المضافة على الضم. حكى بعضهم عن العرب يا أم لا تفعلي قري شذوذا قال رب السجن أحب إلي قال رب احكم بالحق. فمن البيت الأول واجعل منادا صح إن يضاف لي كعبد عبدا 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 عبديا. فإن كان المضاف معتلا منقوصا أو مقصورا فليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة إلا إثبات الياء مفتوحة. تقول يا قاضية وتقول يا فتاية وهذا مفهوم المخالفة لقولي صح. الصحيح ما لم يكن آخره حرف علة لم يكن ألفا ولا ولا أو كان حرف علة سكن ما قبله فإنه ملحق بالصحيح في هذا الباب نحو دلوين وضبين. واضح؟ كذلك إذا كان المضاف إلى المتكلم وصفا ليس فيه إلا إثبات الياء ساكنة ومفتوحة فتقول يا مكرمي أو يا مكرمي. قالوا لا يتسنى حذف الياء لأن الإضافة في تقدير الانفصال فكأنهما كلمتان. وقال بعضهم لأن المضاف إليه يطلبه المضاف لأنه معموله. واضح؟ يا مكرمي يا مكرمي الياء مفعول به لمكرم معمول له اسم فاعل ويتحمل ضميره هو الفاعل. واضح؟ فمطلوبه معموله لا يتسنى حذفه ولكن ثبت الياء ساكنة على أصل البناء السكون أو مفتوحة لأنه الأصل في تحريك ما بني على حرف واحد. واضح؟ أنا قوله يا عبدي عبدي عبدان. قال رحمه الله قال إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم ليس فيه إلا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة نحو يا ابن خالي أو يا ابن خالية. فإن كان المنادى ابن أم أو ابن عم. فإن كان
المنادى المضاف إلى مضاف إلى المتكلم ابن أم أو ابنة أم أو ابن عم أو ابنة عم لك فيما قاله، قال فتح أو كسر، وحذف الياء وحذف الألف، تقول يا ابن أم ويا ابن أمي ويا ابنة أم ويا ابنة أمي، قيل ومنها يا بنت أمي، قالوا بنت كابنة، واضح؟ لا فرق بين قولك يا ابنة أم ويا بنت أم ويا ابنة أمي ويا بنت أمي ويا ابن عم ويا ابن عمي يا ابنة عم يا ابنة عمي، واضح؟ فتح وكسر وحذف الياء، ولم يقل ألف لكن مفهومة، لكنها مفهومة، لا يقع حذف الألف، فتح وكسر وحذف الياء مع ابن أمي وابنة عمي، وحذف الألف مع ابن أم وابن عم. قالوا يا فتحته كأنك كان الأصل يا ابن أم ويا ابنة عم، حذفت الألف وأبقيت الفتحة زي عليها، أو أنك ركبتهما تركب أحد عشر فبنية، قال هذا بعضهم، قال بعضهم ورأي سيبويه رحمه الله تعالى. قال يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، لا يخرق اللوم حجاب مسمعي، قصيدة مرجزة رائعة لابن نجم، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لما رأت رأسك رأس الأصلعي، ميز فيه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أوسرعي، أبناه قيل الله للشمس طلعي، حتى إذا وراك أفق مرجعي. هذا معنى قوله وفتح ولو كسر وحذف ليستمر في ابن أمة يا ابن عم لا مفر. قالوا سمع يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لدهر شديد قليل. سمع القصيدة يا ابن أمة يا ابنة عم، أحسنت يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، بالضبط الثاني هو هذا، هذا قوله وحذف وفتح ولو كسر وحذف، قل يا بنا في القرآن الكريم يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي يا ابن أمي، قل يا بنا. قال رحمه الله وفي النداء أبتي أمتي عرض، إذا كان المنادى أبا أو أما ففيه الأوجه السابقة الستة، وفيه أربعة أوجه أخرى، أن تقول يا أبت ويا أبتي، قرئ بهما يا أبت ويا أبتي ويا أمت ويا أمتي، وإثبات الياء قبيح لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه، والألف أقل قبحا لأن صورة المعوض عنه وهو الياء ذهبت، تقول يا أبت، وسمع أيا أبتي أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة، وسمع تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك. قالوا لماذا يستخدم التاء في النداء مع الأب والأم؟ قال تستخدم العرب التاء كثيرا للتفخيم، علامة نسابة راوية، والأب والأم مظنة التفخيم، فقالوا أبتي وأمتي، أضح؟ أنا قولي وفي النداء أبتي أمتي عرض، أي أنه جائز لو قلت يا أبي أو يا أمي لا شيء فيها، وقوله في النداء فهم منه أنهما لا يستعملان في غير النداء، لا تقول جاء أبتي ورأيت أبتي، واضحة؟ الشيخ تصبح عشرة الأولى الستة ثم أبتي أبتا أبتي أبتا، واضحة؟ هذا ما قوله وفي النداء أبتي أمتي عرض، أكسر أو افتح ومن اليتاع عوض إلى يجمع بينهما، خلاص. لا أولى دلت النداء. رحمه الله. وفولوا بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرد، في سب الأنثى وزن يا خباث، والأمر هكذا من الثلاث، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشعر فلو، هذا هو النص. هناك أسماء تستعملها العرب في النداء، منها فولو، قال بعضهم يا فولو هي كناية عن قولك يا رجل، وقال بعضهم هي كناية عن يا زيد، وهو رأي ابن مالك، تقول يا زيد تقول يا فولو،
ترخيم فلان، قال بعضهم ترخيم فلان، وتقول يا فلة للأنثى، كناية عن امرأة أو كناية عن زينب عن علب. أنا أقول وفلو بعض ما يخص بالنداء، لا تقول جاء فلو وجاءت فلة، هذه أسماء لا تستعمل إلا بالنداء. لؤمان كذلك، أي كثير اللؤم، تقول يا لؤمان، أعوذ بالله، يا لؤمان. نومان، تقول يا نومان، ولا يقال جاء نومان أو رأيت نومان، لا يقال هذا. لؤمان نومان كذا. وقاسها بعضهم على وزن مفعلان، قال مقيسة في وزن مفعلان بما استعمل للذم، سمع منها من أمان، ملكعان، مكذبان، مخبثان، لكثير الاتصال بما تحوي بها الأوصاف. تنادى تستخدم في النداء فقط. قال بعضهم سمع منها مطيبان، سمع منها مطيبان للمدح، وسمع منها مكرمان للمدح، وقال بعضهم مكرمان تصحيح ولم تسمع، قالوا مكرمان هي مكذبة لكنها صححت لأن حروفها متقاربة. أنا قولي لؤمان نومان كذا. والطرداء كثير في سب الأنثى، وزن يا خباثي، تنادى الأنثى لسبها بوزن على يا خباثي بصورة مضطردة مقيسة، لا تتوقف على ما سمع من العربي، فتقول من خبث يا خباثي، ومن كذب يا كذابي، ومن فسق يا فساقي، يسب الأنثى وزن يا خباثي. من الثلاثي لابد أن يكون ثلاثية. قال رحمه الله والأمر هكذا من الثلاثي، والأمر يطرد صياغة اسم فعل أمر من الثلاثي من هذه الصيغة، فتقول في كتب كتابي يكتب، الأمر هكذا من الثلاثي. يصاغ اسم فعل أمر من الثلاثي قياسا على وزن فعالي ومبني على الكسر، من كل فعل ثلاثي، من كل فعل ثلاثي، وشذ قولهم دراكي من أدرك وهو فعل رباعي، بشرط أن يكون تاما لا يصاغ من الفعل الناقص، لا يصاغ من كان وأخواتها، وأن يكون متصرفا لا يصاغ من نعمة وبئس، وأن يكون تام التصرف لا يصاغ من يذر ويدع. والأمر هكذا من الثلاثي. يصبح اسم فعل. تقول لشخص كتب تقول له كتابي، ركب تقول ركابي، مقيس اكتب. وإما إنما بنيت نحو يا فساقي يا خباثي، قالوا بنيت حملا لها على اسم فعل الأمر لأنها تشبهه في التعريف والتأنيث والعدل. أنا قريب الأمر هكذا من الثلاثي. قال رحمه الله وشاع في سب الذكور فعل، يسب الذكور من فعل الفضيع على وزن فعل، فتقول في كذبة، فتقول في غدر يا غدر، ولكنها ليست نقيسة، شاع يتوقف فيها على ما سمع من العربي. قالت عائشة رضي الله عنها لمحمد القاسم بن محمد كل غدر في صحيح مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حضرت الصلاة وحضر طعام واحد فهد بالطعام، وكما قالت كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس، وجر في الشعر فلو، فلو التي ذكرها في أول باب، قال سمعت مجرورة في الشعر، قال في لجة أمسك فلانا عن فولي، أمسك فلانا عن فولي، استخدم فول في النداء. وقال بعضهم لا شاهد فيها، أصفها فلان، ولكنه رخم وترخيما قبيحا، كقول بعضهم درس المنى بمتالع فأباني، درس المنى أي المنازل، ترخيم قبيح، قال بعضهم هذا، قالوا لا شاهد فيها. والله أعلم. من على الضم وفولو فولو، ما في على الضم فولو، يا قلنا من الأسماء المناسبة للنداء، نقول ما في على الضم، يا مخبثان ما في على الضم، واضح.